بتفرج على افلام المطربين المصريين معروف مقامهم سلطان الطرب وملك مش عارف ايه ايه الكلام ده. النجم الكبير محمد الحلو اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. ايه رايك في الموسيقى في مصر دلوقتي؟ انا موسيقى في اغاني حلوه طبعا وفي كتير وحش. بتسمع مين دلوقتي؟ مش قوي يعني، بتفرج على افلام. ايه المشاكل اللي بتواجه مطرب كبير زي حضرتك عشان يبقى موجود باستمرار اكتر من كده؟ انا قلتها كذا مره، قلت لازم الدوله تخش في الموضوع، يعني نبقى احنا من خلال الدوله ورانا ظهر النجوم الكبيره اللي زي انا ومدحت صالح علي حجار وهاني شاكر وكده. يعني شفنا مطربين كتير اتجهوا ان هم ينشئوا شركاتهم الخاصه ويعملوا صفحات على السوشيال ميديا وقنوات على اليوتيوب، ليه حضرتك ما فكرتش تعمل كده؟ بحاول اعمل ده دلوقتي، لان لما لقيت ان لما بعمل حاجه مثلا كده على السوشيال ميديا يعني بلاقي ناس كتير بيخشوا ويتكلموا وبشكل جميل على فكرة وكويس، فقلت مع حمادة ابني يعني هيعملها لي. ايه رأيك في الهجوم اللي بيحصل على المطربين المصريين لما بيغنوا في الخارج؟ لا في الخارج بصراحة المطربين المصريين معروف مقامهم وبيتعاملوا بشكل جميل جدا جدا وباحترام، وحتى استقبال الناس لأي مطرب مصري كبير قوي وأنا منهم. بنسمع ألقاب كتير زي نجم الجيل، الهضبة، أمير الغناء، الحاجات دي، إيه رأيك في موضوع الألقاب ده؟ ما بحبوش صراحة يعني، لا شايفه يعني إيه؟ سلطان الطرب وملك مش عارف إيه إيه الكلام ده؟ ما يلقبوه بحاجة يعني. أنا كان زمان اسمي الإحساس الصادق، أجمل بكتير من الملك بقى مش الملك، مش محمد منير، لا أنا محمد منير أنا اللي مسميه الملك الكينج. مين الصوت النسائي المفضل في مصر بالنسبة لك دلوقتي؟ أنغام، أمال ماهر، وشيرين، ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، دي مصيبة سودة يعني. شفنا مطربين كتير اتجهوا للتمثيل في الفترة الأخيرة، ما فكرتش في الموضوع ده؟ أنا مثلت زمان 5 أفلام وحشين قوي خدت بالك، فأنا قلت إيه مش هعملها تاني يعني، إنما أنا بعمل مسرح، بحب المسرح أكتر. سمعنا عن مشكلة حصلت بين حضرتك والمايسترو اللي كان في حفلة 100 سنة غنى مع المطرب الكبير علي الحجار وأدت لاعتذار حضرتك عن الحفلة، كان إيه سبب المشكلة دي واتطورت لإيه بالظبط؟ هي المشكلة عدم احترام، يعني أنا ما أعرفش هشام جبر ده، أول مرة في حياتي كنت أشوفه هناك، وأنا اتكلمت مع علي الحجار قلت له يا علي أنا هاجي البروفة الأخيرة والغنوة أنا مغنيها بتاع 900 مرة، لا مش أنا اللي أبكي، فأنا عايز بروفة واحدة في آخر حاجة عشان أسيبهم كمان يشتغلوا. قعدت من 7:30 بعد ساعتين طلعت أغني لقيت الطبقة نازلة تون، فقلت له قلت للمايسترو واطية جدا عليا تموتني على المسرح، فقلت له قال لي لا ده انا كاتبها من الاستاذ عبد الوهاب، ودي كانت كذبه لان هي الطبقه صغيره دي في المزيكا يعني انها بتنزل تون، فقلت له طيب خلاص ارفعها درجه، قال لي ان شاء الله. لحد الساعه 12:30 جت النوت اللي هم ظبطوها، فحماده ابني بيكلمه فحصل خلاف يعني، قال له احنا مش هنقدر الساعه 12:30 دلوقتي ومش هنقدر نعمل بروفه تاني، بابا يجي بقى بكره على الهوا كده. هوا ايه؟ لا 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 هوا استهوى، حصل مشادة بينه وبين حمادة ابني وانا يعني مسكت الموقف وقلت لهم انا اسف جدا ومشيت. حضرتك ما تواصلتش مع الاستاذ خالد داغر او استاذ علي الحجار بسبب المشكلة دي؟ هم كلموني وانا ما ردتش صراحة. حمادة الحلو ابن حضرتك عارفين انه صوته حلو وبيغني، اولا ايه رأيك في غنى حمادة؟ جميل جدا، هو شكله بيعمل حاجات اليومين دول انا حاسس. تنصح حمادة بايه لو هياخد طريق الغنى؟ انه ما يروحش للسكة اللي هي السهلة، يصمم على الغنى اللي بجد بتاعنا وبتاع العرب وبتاع الاصالة يعني. اخيرا هقول لحضرتك 5 اسماء تتعلق عليهم بجملة واحدة سريعة. محمد منير، زميل عمري كينج ده، عمرو دياب مؤسسة، هو سفير على فكرة، سفير الفن المصري او العربي. هاني شاكر، عايز اسمع له حاجة، قال حاجاته قلت شوية. علي الحجار، زميل عمري، ما انا وعلي ومنير دفعه واحده، وبعدين جه الاستاذ مدحت صالح بعدين ب5 سنين كده، ما كناش عايزين نجيبه خالص. محمد ثروت، زميلي بس هو بعد شويه عن الغنى يعني، ولو انه عمل غنوه قريب حلوه. الفنان كبير النجم محمد الحلو، بشكر حضرتك جدا. شكرا.